يا إلهي، ليش كنت أتكلم كذي؟ ليش؟ سوري يو جايز، سوري إني هددتكم، ما كان قصدي. ليش؟ هاي جايز، شو اخباركم؟ معاكم يارا. انا صار لي مده الحين وانا اتجنب اني اصور هذا الفيديو بالذات لانه كرنج يا اخي، كرنج. تعرفون يعني لما تشوفون فيديوهاتكم القديمه، لما تشوفون صوركم القديمه، طبعا لابد انكم يو كرنج. فاليوم اللي انا بسويه بشوف فيديوهاتي القديمه، بتشوف اول فيديوهات اللي انا نزلتها على قناه بنفت ميدل ايست، انزين، وبراويكم رده فعلي على الفيديوهات. الطريقه الوحيده اللي تخلينا احنا نتحسن في مهاراتنا ان احنا we practice practice practice. في البداية أنا كنت مبتدئة على يوتيوب، فما كنت عارفة شلون يعني أطور شخصيتي اليوتيوبية. طبعاً كنت مستحية، إنزين، ما كنت أبي أطلع شخصيتي الكاملة. بس الحين خلاص يا أخي، أنتوا my besties، إنزين. بس عاد you guys الفيديوهات ما أبي أطالعهم. فإذا تبون تشوفون هذه الكارثة اللي بتصير الحين، keep watching. لا تنسون تسوون لايك كومنت وسبسكرايب وتابعونا على الإنستغرام وعلى التيك توك. ويلا خلينا نبدي ويا الفيديو. هذا أول فيديو لي على قناة بنفت ميدل إيست على اليوتيوب. أخ، ما أبي أفتح الفيديو، ما أبي، أحس إن قلبي يعورني. يعني يارا شكلي يعني بريئة كذي، طفلة، مع إنها من قبل سنتين، بس الواحد يعني يكبر وايد بسنتين. الفيديو هذا اسمه Who's That Girl؟ منو هذه؟ ما أبي أفتح. Hello everyone, شخباركم؟ أنا اسمي يارا أيوب and I am the new regional brow artist for benefit Middle East. طبعاً في البداية أنا كنت وايد مستانسة، بس ما أدري ليش في نبرة الصوت كان صوتي كذي، كنت قاعدة أتكلم مع إني كنت وايد متحمسة. أنا صدق فعلاً كنت وايد متحمسة، بس كذي كنت أتكلم. يعني ما تتخيلون الفرحة اللي كانت داخلي وأنا أتكلم قدام الكاميرا لأول مرة على قناة بنفت. بس ما أدري ليش، إنزين، ما كنت كذي يعني أنوع في الصوت. أنا أتكلم كذي بطريقة عادية في الحياة، كذي أتكلم. قبل لما كنت قدام الكاميرا ما أدري ليش ما كنت أعرف إني أكون مرتاحة 100%. بس الحمد لله نفس ما قلت، الواحد يتطور ويكبر، إنزين، وكل ما تسوون practice كل ما تكونون أحسن وأحسن وأحسن. Okay. I am the new regional brow artist for benefit Middle East. Basically اللي كنت قاعد أقول لأن هاي guys، أخباركم؟ أنا يارا أيوب، خبيرة الحواجب الإقليمية لدى benefit Middle East. إنزين، أنا يمكن شكلي مألوف شوي لأن بقول لكم ليش، ولا تدرون شنو؟ بعطيكم دقيقة. يلا فكروا وين شفتوني قبل. احلى شيء اني قلت لكم يلا فكروا. طبعا بتعرفون انا من، طبعا، استغفر الله العظيم، كنت صغيرة شو اسوي. فنفس ما انتم شايفين هذا المسلسل كان اسمه انت الاجمل على قناة بنفت ميدل ايست لرمضان 2019، وهذا المقطع اللي انا كنت فيه. زين، خلاص اكس عليك. يعني احس ان الشيء الوحيد اللي احبه في وجهي هو حواجبي صراحه. او ماي جاد، اي كانت بليف اي ديد ذات. يعني صدق، يعني اول مره اصير في فيديو كامبين وايد كبير مع شركه وايد كبيره، وانا قررت اني اسوي كذي قدامهم. بس يعني الحمد لله. لازم تكونين انت تكونين نفسك، تعرفون؟ انا كذي في الحقيقه، فقلت يعني خلاص شو نسوي بعد، ما اقدر، لازم اطلع كذي يعني بقوه، تعرفون؟ اول مره يحطون كاميرا قدامي لازم اخليهم ما ينسوني. او ماي جاد، وعاد الحواجب، يعني تقدرون تشوفون الجلو اب في الحواجب. يا ويلكم اذا قلتوا ان الصوره مو حلوه. سوري يو جايز، سوري اني هددتكم، ما كان قصدي. انا صراحة وقت التصوير وايد استانست، وايد كنت مستانسة، الاكسايتمنت ما يبين. التيم نفسهم صدق يدخلون في القلب من اول شوفة. يا الهي، ليش كنت اتكلم كذي؟ ليش؟ اتس اوكي يارا، اتس اوكي، اتس اوكي. الله، التيم دخلوا قلبي من اول شوفه. شو كنت شاعره انا. قلت قبل لا اكمل بعرفكم على روحي شوي، نسيت انا شنو قلت، بس اعرف اني قلت شيء يفشل. انا اسمي يارا ايوب من البحرين. اوكي يارا ايوب من البحرين، got that. All you بحرينيز shout out. سويت شاوت اوت حق البحرينيين. عادي اقول لكم شيء، انا بنت خالتي، انزين، اول ما قلت لها اني ببدي اصور فيديوهات على قناه بنفت ميدل ايست، قالت لي ابيتش في اول فيديو تنزلينه تغمزين لي. فهذه الغمزه الثانيه كانت حق بنت خالتي، فهذا السر يعني من خلف الكواليس، هذا سر. وبعد شنو اقدر اقول لكم عن روحي انا؟ انا الحين لو تسالوني عارفيني على روحك، يعني ما اعرف شو اقول. احب القطاوه،
احب القطاوه للحين، وايد احب القطاوه، واحب الحواجب، واحب انستغرام، واظن ما في شيء ثاني احبه في الحياه. بعد عندي وايد هوايات، مثلا انستغرام، والعب ويا القطاوه، او ماي جاد، من يقول كذي؟ انا بس احب القطاوه والحواجب والانستغرام، ما احب اي شيء ثاني، ما احب احد ثاني، بس هالثلاث اشياء ما اقدر، لا ما في شيء ثاني. نو. فهني قاعد اقول لكم قصتي ويا بنفت. زين، سويت رمضان كامبين وياهم، وايد استانسنا ويا بعض، وايد بيكيم بس فريندز. زين، وبعدين قعدت وياهم رويتهم ماي انستغرام. فهني قاعدة أتكلم عن ماي إنستغرام. فالإنستغرام مالي إذا ما تعرفون، أنا أصنع محتوى على الإنستغرام بطريقة شوي مختلفة. طبعاً إني وايد أحب أصور عن المكياج وأسوي ميك اب لوكس وكذي، بس بنفس الوقت أحب إني أدخل تراث بحريني في المحتوى اللي أنا أصنعها، وشي أحط شوية بهارات كذي يعني. فهني أنا كنت براويكم دمج الثقافة البحرينية ويا الفنون. إيه الله علي، دمج الثقافة ويا الفنون يارا. وهني حطيت مقطع قديم كنت مسويته من قبل. فقعدت وياهم رويتهم شغلي، وهم وايد حبوا the way I create content، لأن I am a content creator. انزين، وين كلينكس؟ وين عطوني؟ ما في أحد بيها في الغرفة، بس عطوني كلينكس. What's this? I am a content creator. ما تخيلون ايش كثر انا وايد كنت متوتره شكلي، لان لين انا اتوتر وايد اتكلم واقول كلام ما له معنى، شكلي كنت متوتره بصراحه. صراحه قمت انطنط من الفرحه، يبين اني كنت انطنط من الفرحه، كنت وايد مستانسه، كنت انطنط من الفرحه. سوونا اي شيء كتبوا في الكومنت بوكس. انزين، انا جاهزه بقرا كل الكومنت وبعلق وياكم، وخلاص ويل بي بيست فريندز. يعني هني قلت ويل بي بيست فريندز، وان شاء الله احنا الحين بيست فريندز. يعني انا صدق اعتبركم خواتي الصغار. انزين، اول الكبار بعد، ويعني احس ان عندنا هاي العلاقه الحين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللي انا وايد يعني احب هالعلاقه اللي بيني وبينكم، تعرفون. ويعني لو انا ما مريت بهالمرحله بالبدايه، كان ما وصلت يعني الى هاي المرحله الحين، وكان ما عندنا هاي العلاقه، تعرفون. ف Thank you for believing in me. شكرا لكم يعني استمريتوا وياي من البداية، وحق المتابعين الجدد بعد، وإن شاء الله قاعد يعجبكم المحتوى اللي قاعدين ننزله على بنفت مدل إيست يوتيوب شانل. لا تنسون تسوون لي follow on Instagram. إنزين، بحط my Instagram وين على الشاشة، بحطها على يبهتي. ليش؟ my Instagram is on my forehead. ليش سويت كذي؟ ليش؟ Oh my god! وين بحط ماي انستغرام على الشاشة؟ تعرفون لين تبدون على اليوتيوب أول مرة كذي؟ وين أحط ماي انستغرام؟ يعني كان سويت كذي؟ لا، قلت على يبهتي. ليش؟ 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 ما أعرف. أي شيء تبون تسألوني إياه أنا جاهزة. وبس، معاكم the new regional brow artist for benefit Middle East، يارا أيوب. Stay tuned for more. واو، جدا طبيعي في البداية ان الواحد اول ما يسوي شيء ما يكون perfect فيه يعني. وحين بعد ما قاعد اقول ان انا I'm perfect، I know I'm not perfect، بس يعني ما تقدرون تقولون ان ما تطورنا. احس ان الفيديو هذا كان كرنج وايد بالنسبة لي. I think it was cringe لكم انتو بعد، لانه يمكن اذا ما كنتم متابعيننا في ذاك الوقت ما بتصدقون ان هذه نفس الشخصية اللي انا عنديها الحين. طبعا الشخصية اللي انا وياكم الحين هاي شخصيتي الطبيعية، هذا اللي انتو شفتوه اللي توني حطيته، هذه انا وانا متوترة مليون الف مرة. فالحمد لله التوتر راح مع كل فيديو، مع كل فيديو الحمد لله يعني صرت احسن واحسن واحسن. ولابد ان الواحد من البداية ما يكون 100%. أبي أعرف في التعليقات شنو رأيكم بالفيديو، بس يعني شوي شوي عليه بليز. يعني لا تنسون تسوون لايك و سبسكرايب، وتابعونا على الانستغرام على التيك توك. وأنا شكلي ما بطالع هذا الفيديو مرة ثانية في حياتي، في حياتي. وبشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. باي.